مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي، سعيدة بلقيكم التواصل معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وكل مستمعينا اللي كيتابعونا دائما في هذا اللقاء المباشر واللي كيجيونا بكم حتى الوحدة. ولقاء اليوم لقاء الأربعاء، لقاء الموضة التقليدية، دائما حاضرة معنا ومشرفانا مصممة الأزياء وخبيرة الموضة خديجة الحجوجي. مرحبا بك لالا خديجة. مرحبا بسكينة ومرحبا بالطاقم اللي كيرافقنا دائما والمستمعين والمستمعات، وإن شاء الله الله يقدرنا نجاوب على الأسئلة ديال المستمعين والمستمعات ونحاولوا نفيدهم إن شاء الله. مرحبا، شخبارك؟ صحة لاباس الحمد لله. كي دايره مع الجو؟ انت دائما كتشدي فيا واليوم انا شديت فيك على اللون الاخضر ما شاء الله. وهو ماشي خضر، فهو تبارك الله تخكوا وخضر وما شاء الله وتبارك الالوان. يعني ما نقول اليوم نفسك سكينة لالا خديجة، بارك الله فيك ما شاء الله عليك. درت اليوم على الديكغادي ديال الخضر. وي وراه سي كولور اللي ديال طوندونس ياك لالا. ايوا لاباس الحمد لله. المهم راني غادا على طوندونس، ماشي بزاف وماشي باللوك. لا الحمد لله دائما طوندونس. الله يطول عمرك لالا خداك لالا خديجة. لالا خديجة بطبيعة الحال ملي كنتكلموا على عالم الازياء التقليدية وعالم التصميم، هو واحد العالم اللي ما كيخلاش من الابداع. اكيد كيف ما بزاف الناس ربما ما تعرفوش هذه المعلومه على خديجه، يمكن كيشوفوك غير في البلدي ما كيشوفوش خديجه في العصري. فانا اليوم بغيت بصراحه انا هذه الفكره بغيت نوصلها للناس، علاش لا ما نديروش واحد لا كرياسيون ديال لو ستيل ديالنا. نعم. كل واحد تيلبس داك الشيء اللي ديالو بوحدو، ماشي بالضروري ياخذهم واحد الماركه معينه اولا واحد الشكل معين. نعم. فانت كيفاش كتشوفي هذه الفكره وكيفاش تطبق على نفوسنا؟ واش كتشوفي بلي زعما كيخصنا نفكروا في واحد لاكوب اللي كتكون مناسبه لينا؟ واش كل واحد عنده واحد لاكوب خاصه به؟ نبغيو نتكلموا شي شويه اليوم على الصراحه ما بين التقليد هي اكيد ان كل واحد شنو كيواتي. وكل انك كما ذكرت في الحلقات السابقه ان كاينين دي فورم، الفورم ديال الانسان، كل واحد ولا فورم ديالو، وكل واحد اشنو كيواتيه من كوب. وكل واحد مثلا بغينا نخدموا ليه شي لبسه اولا شي قفطان اولا اللي كان سوا رومي سوا بلدي، فين كيخصنا نفيكسيو على الخدمه اللي خصو يلبس. ودائما حنا انا دائما كنقول اي حاجه لبسها الانسان وشاف وجهه في المرايه وشاف راسه في المرايه وتاتو وتاه اللون ما كانش عنده شي حاجه اللي هي مشوهه باينه فيلبسها، بطبيعه الحال حنا الناس كنتبعوا لامود وكنديروا دي ريشيرش على لامود وكنديروا، ولكن ماشي الانسان 100% يبقى تابع داك لامود وداك لا خصني نلبس هذا اللون لا هذا اللون درتو هذا العام ما نلبسوش العام الماجي لان ما بقاش لامود. فلا ما كنقول اي حاجه لبستيها واتاتك الا ولبسيها، وان ملي كتكوني انت مرتاحه فاكيد الناس ملي غيشوفوك غيكونوا تما مرتاحين. نعم. يعني لا خديجه انا ملي كنتكلموا على الفصاله، واش كل واحد فينا عنده فصاله اللي خاصه به مثلا؟ نعم كاينه الفصاله اللي كيلبسها كلشي، بحال الفصاله البلديه، بحال الكم طايح، بحال الكم زمان، بحال هذا الجلب اللي كانوا نصوبوا ديال البرشمان مثلا، الكم طايح البلدي المخزاني، فهذاك راه كيواتي جميع الاعمار وكيواتي جميع لي فورم ديال النساء. ولكن ولينا دابا ولات عندنا لا دوموند ديال سيده كتجي كتقول لك انا بغيت واحد الحاجه اللي تكون جوست ما تكونش عافاك الكتف هابط، ما تكونش عندي داك التكريشه جهه الظهر ملي نتحزم. فاكيد كتلبي لها الرغبه ديالها وكديري لها لا كوب ديالها اللي بغات. وملي ولات عندنا هاد الطلبات فولينا كنديروا دراسه على لي فورم ديال النساء. ملي كتجي كتقول لها فوالا هكاين هكاين، كتختار لا فورم وكتقيس بيان سور ابخي لي سياج، ملي كتواتي على حاجه عاد كنزلوا فيها الخدمه ديالنا. غادي ناخذ سؤال لالا خديجه كيقول السلام عليكم اختي سكينه، تبارك الله عليكم راكم منورين، مبروك علينا المرتبه الاولى. شكرا لك لالا ساديه. عفاك اختي بغيتك تسولي لي مصممه، انا بغيت نخيط قفطان ديال الدار وبغيت من المصممه ديالنا تعطيني الثوب اللي يقدر يجيني والخياطه. انا في عمري 24 سنه، ما طويله ما قصيره، ولون البشره ديالي بيضاء. عندي تساؤل اخر، واش الثوب جوهره مازال على الموضه والرانده حتى هي؟ وشكرا لكم وسمحوا لي لا طول. نعم جوهره عمره ما يموت. نعم اكيد جوهره والرنده راهم دائما كاينين حاضرين، واخا ما عرفت توقف بعض المرات وتعاود ترجع، المهم جوهره دائما كاينه. وبالنسبه للقفطان اللي بغات دير ديال الدار فكنسحب المليفه الرقيقه. المليفه الرقيقه واحد الثوب اللي كيقبل لينا مثلا لا طاش ما كتبانش فيه شي طاش ديال الماء ولا ديال الزيت ولا شي حاجه، المهم دير المليفه الرقيقه كم قفطان ديال الدار.
وحتى الموسم يعني مناسب معاه. نعم شويه دافي. سؤال كيقول عندي هاد التوب جوهره شي اقتراح؟ الله يخليك. هذه جوهره في شكل؟ هذه جوهره بجوج ديال الالوان. بجوج ديال الالوان جوهره بجوج ديال الالوان وفيها دي موتيف وفيها الصقلي. ما قالتناش شنو بغات ديرها. هي بغات تقترحوا عليها شي حاجه. نعم هذه تجي مثلا جلابه الحضور غتجي مزيانه ديرها لبسه دير من تحت من واحد القفطان في اللون الاسود لانه هو اللي طاغي تما اولا بلونوي هذاك ما بانليش مزيان. دير قفطان في اللون ديال ذاك الخط اللي هو اوني هو اللي غادي ديروا قفطان تحت. تقدر ديروا لبسه بالحزام اي علاش لا وتقدر ديروا قفطان ديال الدار بقفيط من التحت في ذاك اللون اللي قلت لها وتخدموا براندا غادي يجي هائل جدا. يعني جميع الطرق يمكن تسالي لي. انا تويب عاطيك كيفاش تخدميه. اييه شكرا لك لاله نوره بارك الله فيك. ناخذ صباح النور. عافاك عندي هاد جوهره وبغيت نديرها فراشه اعطيني فكره الاحلام بلاتي نبحثوا على الصوره. فوالا دونك اسي جوهره الا بغات ديرها فراشه فما فيهاش العرض. يعني غادي تجيها ما هبطاش حتى الكم. لا بغات ديرها فراش ما جاش هبطات حتى الكم غادي تجيها 3/4 اولا نصكم. وديرها فراشه عاليه قندوره تفصلها من تحت مقوره وديرها براندا ودوك الجنيبات تهبطهم سوا بدريه سوا غير بالماكينه ودير واحد لو كولون. نعم. كاين سؤال اخر. سلام اختي سكينه لاباس عليك. عافاك عندي هذا التوب جوهره بغيت نعرف اش من اللون ندخل فيه وبغيت ندير راندا اليوم النهار ديال جوهر. اييه جوهره الكري. وي لون لون كري غزال غادي ناخذ له قفطان وفي الكري فذاك الكري كليغ ماشي الكري فونسي الكري مفتوح الكري ولا بغينا ندخلوا عليه واحد شويه الغوز غادي يجي هائل جدا نديروا بالراندا ولي دو كولور ديغرادي ديال الكري الكري والديغرادي ديالو دخل فيه الغوز اما يجي قفطان اولا جلابه تقميصها تقدر تختارها ولكن هذه دار المناسبات يعني ماشي بنت لي جوهره شويه نعم ديفيرونت وهذا ومزيانه بنت لي واحد لا كاليتي مزيانه حتى الثوب راه ماشي ذاك الثوب الرهيف بزاف وماشي الغليظ بزاف هذه جوهره يمكن من الماركه الاولى اللي مزيانه بنت نعم حنا اكيد مازال مواصلين باسئله المستمعين وكنرحبوا بها جميعا. سؤال كيقول الله يخليك عندي هاد التوب مليفه دو سوا بغيت مدام خديجه تقول لي اين خياطه تجيني فيه واخا لاله نعيمه بغيتو العيد المولد ان شاء الله ان شاء الله غادي نوصف استقبال اسئلتكم. للاسف المستمعه لاله نعيمه قالت لنا مليفه د الحرير لاله خديجه عرفت خصني نشوف يمكن المليفه الرقيقه كتقصد يمكن المليفه الرقيقه ولكن ما بعثتش لنا بالصوره يعني ما عرفناش باش غادي نقدروا نجاوبوا نتمنوا انها تبعث بالصوره لانه حاولت انني نشوف الصور ما لقيتش الصوره ديالها هي. واخا ناخذوا سؤال اخر كيقول سلام اختي سكينه شكرا على البرنامج الشيق بغيت نسول الاخت خديجه على هاد التوب دو بيس ديال الام ديالي بغات ديروا جلابه واش يجي فيه وشكرا. لا ما كنصحاش دير جلابه هذا توب ديال الباسي انا امبريمي وفيه بزاف ديال لي فلور وداكشي ما يجيها جلابه هذا خاصو النخوه ديالو نعم البصه ولا بالفوقاني بالتحتاني ديالو يجيها البصه نعم. ناخذ مكالمه المستمعين لاله خديجه. مرحبا سميره من دار البيضاء. مرحبا بك لاله سميره. اهلا وسهلا لاله سميره. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير سكينه. صباح الخير مدام الجوجي. صباح النور لاله. مبروك عليكم الرتبه الاولى. الله يحفظك. شكرا شكرا وكنشكرك مدام الجوجي كتفيدينا وملي كتغيبي عندنا كتخلي بلاصتك صراحه. يخليك لاله الله يطول عمرك. الله يخليك. شكرا. الله يخليك اختي سكينه عندي جوج اسئله. تفضلي. السؤال الاول عندي جلابه المبره هي جاتني على اساس جلابه في النواغ وما عرفتش كيفاش نخيطها ما عرفتش كيفاش شنو انا بغيت ندخلها ندير لها اللون في اللون. والسؤال الثاني عندي جوج تويبات ديال جوهره جاوني كادو واحد في التيقوا واحد في البيستاج كاين انا اصلا انا ما عنديش مع جوهره صراحه الله نجيك من الاخر بغيت نديرهم الوالده ديالي بغيت مدام في الجوجي توريني اشنو ندير لها ليهم بجوج كيفاش نخيطهم ليها وكيفاش نفصلهم ليها. نعم. وشكرا بزاف الله يعطيكم الصحه. نجاوبك على بالنسبه للمبره اللي ما قلتيناش اللون ديال المبره.
ماشي مشكل. بالنسبه للمبره بغيتي ديري جلابه، نعم غديري جلابه مي ديال الحضور. غادي تخدمي غادي لها واحد القفيطه من التحت في اللون ديالها اولا في انديغرادي ديالها يكون ساتان. وبالنسبه للخياطه غتخيطيها بالخدمه ديال المعلم وتدخلي فيها شويه ديال السقلي. المبره كتواتى بزاف مع السقلي، دائما المبره نبغيو ندخلوا فيها شي رشيشه ديال السقلي باش كتجينا باينه ولكن تكون الحضور. هذا من جهه. بالنسبه للجوهره اللي عندك وبغيتي ديريها للوالدات ديالك، نعم غتاخديهم غتاخديهم القميصات ديالهم من التحت في اللوينات ديالهم وغتصوبيهم ليها براندا في لي كولور ديالهم والديغرادي ديالهم وبالصحه والراحه. نعم. ناخذوا معنا مكالمه اخرى لاله خديجه، هذه المره من وجده. لاله احلام، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلي لاله. مرحبا. الحمد لله بارك الله فيك لاله. خديك بارك فيكم صدارة المرتبة الأولى. شكرا لله، فضل لكم بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم البرنامج. مرحبا فيك. اللي هاد النهار ديال جوهرة. مرحبا يا لالا. وكاينه شي حاجة أحسن من جوهرة؟ راه راحتنا كنلقاوها في قميص جوهرة. ملي كتلبسيه كتحسي براسك من خويا ومرتاحة وهماوية. أكيد. وداك أنا عندي وحدة جوهرة دابا هذه شحال من سنة ومازال ما عرفتش شنو ندير بها. مرة كنقول قماص، مرة كنقول جلابة تحتية، يعني بس من يعني كتب لي يتشد لي الخط معاكم. قلت واخا لالا وصفي لنا جوهرة اللي عندك فيها السقلي اللون ديالها. لا لونها جاي بحال بحال لون القهوة بالحليب. إيه باج. ها؟ لا فوق كريم كريم ولا كراميل، لون كراميل. كراميل. نعم. كما كراميل وبغيت يعني هي ترونسبارونت كتبين واش ندير لها تحتيه. نعم ضروري غدير لها قميص من التحت في اللون ديالها. نعم. وغادي تخدميها باللون ديالها والديكرادي سوا في الكليغ سوا في الفرونسي. سوا شكرا. خدمي على جوهره ولا باش ما بغيتي، المهم تخلي فيها هاد جوج لوينات باش تبان. نديرها براندا ولا؟ ايوا انا كنفضل راندا. انا راندا بالنسبه لجوهره كتجيها مزيانه. بغيتي تعاود ديري خدمه المعلم ولا شي دبانه نص طوق ولا شي حاجه الاختيار تيبقى لك. مي انا دائما تنقول جوهره خصها تكون براندا وبالدريه صوتي. وعندي سؤال ثاني لا ممكن؟ مرحبا. بغيت نصاوب يعني ان كاب. Yeah. يعني تجي بلدية رومية يعني تكون شوية طويلة. يعني تلبس رومية كما نقول مع جين ولا مع كلاسيك. وبغيت غير بالنسبة مفتوحة يعني بالنسبة ليكاب الأكثرية يعني كيجيو مفتوحين. كيفاش نقدر نسدها بالعقد لأن أنا محتجبة وبغيت يعني نديرها ماشي الركبة شي شوية قصيرة من الركبة لكن ما بغيتهاش مشي للعاد نحس منها شي حاجة. نعم. هي نقدر نديرها مسدودة بالعقاد تجي زوينة. هي بالنسبة للكاب، كاب دائما تنبغيو نلبسوها فوق الحوايج. فوق الحوايج كنكونوا لابسين وكنديروها من الفوق. هي من الأحسن ما تشديهاش، بغيتي ديري العقاد ديريها العقاد من هنا ومن هنا وتبقى محلولة باش تجي فيها هذيك لاتوش ماروكان. ولكن بالنسبة للسدان غتولي تعذبك، لا بغيتي تلبسيها غتبداي تلبسيها من راسك بحال اللي كتلبسي في الجلابة وغادي تقلك شوية اللهم بلا ما تسديها وخليها معلقة. دائما تكون عندك شي صخرة ولا شي حاجة ولا باغا تخرجي كتهزها وكتلوحيها بالقبيب ديالها وكتمشي تقضي الغرض ديالك. نعم. مرحبا لالا وبالصحة والراحة. نواصلوا معنا ونستقبلوا لالا بشرى من طنجة. مرحبا بك لالا بشرى. تفضلي لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم بخير. بارك الله فيك لالا. الله يطول عمرك. الله يبارك فيكم. الله يخليك. انا عندي 70 ان شاء الله في هذا الامور. الله يكمل بالخير. الله يخليك بارك الله فيك احبيبي. وعندي واحد التوب ديال البروكاج في البلون كاسي وهو بروكاج نازل ماشي داك البروكاج. نعم بروكاج دو سوا. ولا بروشي. نعم. جو سي با ما كان في شي بلابات المهم السيد قال لي بروكاج وبغيت نعرف بغيت داك التويت ندير له يا اما لا موتلين من تحت يا اما لا سوا وبغيت نعرف شنو لا كولور اللي نقدر ندخل حيت بغيت لا كولور اللي غندخل من تحت هي باش نخدم من الفوق. نعم نعم. نعرف لا كولور اللي تجيني مع البلون كاسي السابع. لا كولور مثلا بالنسبه للخدمه ديال باش غتخدمي البروكاج. اها بغيتي اللون ديال الخدمه اللون ديال القميص اللي غدير لتحت اللون ديال الخدمه اللي غتخيط به. نعم دابا البروكار بغيت ندخل فيه التنبات
بغيتي تدخلي السقلي والتنبات وهادشي كامل بغيتي تدخليه في القفطان ياك؟ ندخل فيه غير التنبات انا هو اللي عندي ايسونسيال، وداك الحجر اللي غيكون من الدبس هو اللون اللي غيكون في التحتي ديال القفطان. نعم القفطان عندك ديال البروكار قلتي لي في البعج يعني ذهبي بلون كاسي غتاخذوا القفيطن في الذهبي لان ملي غتاخذوا هاد القفطان اللي في الذهبي يعني ماشي لامي ولا شي حاجه اللي كتكون كتبري، غتاخذي قفطان في الذهبي واحد لا كولور ذهبيه ما بين الباج والشامبان والبلون كاسي، هذاك اللوين غديريه من التحت وهو اللي غتركزي عليه الحجر اللي غادي تخدمي به القفطان الفوقاني. ويلا كنت باغا باغ اكزومبل كولور باستيل كوم سا من غير الذهبي بغيت نخرج شويه على الذهبي راه سائن كولور باستيل، غتاخذي البلون كاسي بحالو ما غاديش تبان لك هذيك الزواقه اللي غادي ديري بالتنبات، حنا بغينا ناخذوا القفطان شويه بلي فونسي على القفطان الفوقاني باش نركزوا عليه ونديروا به التنبات باش يجينا التنبات، الا درنا الذهبي فوق البلون كاسي غادي يعطينا شي حاجه اللي هي رائعه جدا. هي ربما ما بغات مثلا واش نقدر ندخل الغوسبال الفيرفلو يمكن هكا انا كان عندي واحد الاقتراح بغيت غير نعرف ايه قولي لي ايه كنت باغا ندير داك الروج بريك اولا داك لورانج اللي شويه لا 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 ولا انت في واحد انت في سابع واحد الحاجه اللي هي كما العينين عليك سيريموني اللي غادي يكون تبارك الله العائله وكل شيء دوزيامون البروكار سي انت سولي هو الشريف ما يمكنناش نبقاو نخلطوا فيه كثره الالوان، هو ديجا اللون ديالو مزيان والشريف اون بيل كولور وكولور ديال النفيسات ولا ديال العرايسات ولا، فغادي نخدموه بالذهبي والبلون كاسي غيجيك هائل جدا ولكن الاختيار دائما تيبقى لك. نواصلوا استقبالكم وناخذوا معنا لالا لينا من فاس. مرحبا بك لالا لينا. اهلا وسهلا. وي لالا مرحبا حشمانة لالا لينا تفضلي. مرحبا بك. الله يطول عمرك لالا الله يجزاك خير. مرحبا لالا تفضلي. لالا حجاج تفضلي لالا كنسمعوك. كنسمعني لالا. اييه كنسمعوك تفضلي. واه عندي واحد السؤال لالا. اييه مرحبا لالا ولكن زيدي شويه في الصوت الله يعطيك الرضا باش نسمعك مزيان. دابا مزيان؟ تري بيان يلا سير. طول عمرك لالا حجو جيت ندير واحد البيتزا كنت درتها للعرس حيت هادي واحد العام. ايه وعندي درتها في البيت والفوقاني ديالها شبيكه وانا شتافله بدماغي اش كيديروها بزاف داك التوب. ماشي شبيكه سي ان تول. نعم واخا ما شفتش اللبسه ولكن يقول زيدي شنو عندك. ودابا ملي لبستها في العكس ما عرفتش لبستها دابا اللوزين غيبقى لي هكا دابا واش نكلم هي بيضة لبسه بيضة؟ وي لا وما بقيتيش بغيتي تلبسيها لانها بيضة وكتجيك شويه باينه اشاك فوا كتلبسيها كتقولي كنبان بحال العروسه. ايوا راك باقا عروسه لالا بلي عام هذا راك باقا عروسه اولا. الله يبارك فيك. المهم انت لالا هاد اللبسه التولي الا كان بيض كامل ومنبت غادي تحيدي له القفطان التحتاني اللي هو بيض غتعوضيه بواحد اللون اخر مثلا ذهبي بلون كاسي المهم غير سيري في لي كولور باستيل ما تمشيش وديري شي لون اللي هو مغلوق تحت من هذاك التول من غير البلون كاسي. البلون غادا وانت كطلعي في لي ديغرادي تقدري ديري سومون تقدري ديري الموف كلير غادي انت هي غتحطي القفيطنات غتديها عند السيد اللي كيبيع التوابات وغادي تحطيها تحت القفاطن لي كولور كاملين واللي طلعت لك فيها اللون الزوين اللي غادي يواتيك خديه، المهم حيدي القفطان بيض راه هو اللي ديرونج عليك لا توني ديالك. فوالا حيت ما طاحتش رخيصه باش علاش بقات ليا نحطها ولا تقدري هذاك القفطان التحتاني تستعمليه تقدري ديري له قفطان اخر من التحت وتستعمليه كلبسه واحده اخرى وهذاك التول الفوقاني ديري له قفيطن من التحت باش تبدليه كاريمون ويعجبك في اللباس وبدلي له شويه الحزام ولا مثلا دخلي فيه شي حجيرات من غير الابيض الذهبي ولا شي لوين اللي غادي تواتى معها باش تقدري تلبسيها لان حرام تطلع اللبسه بالثمن وكتلبس مره واحده وكتنزل ف مش معقول. المهم ديري لها التغييرات اللي قلت لك وان شاء الله غادي تلبسيها. مرحبا مرحبا ناخذوا معنا لاله مريم من الداخله. مرحبا بك لاله مريم. على الاخت سكينه. اهلا وسهلا لاله. صباح الخير. صباح الورد. كنبارك لكم الصداره وكنتمنى لكم المزيد من التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك لاله بارك الله فيك. مرحبا لاله مريم. صباح الخير. الله يكرمك بارك الله فيك. عادك بغيت نسول الاخت خديجه واحد المشكل وقايم واحد الجلابه. مرحبا. خيطتها تقريبا هذه شي عام وذاك اللون من ذاك الكولور باستيل اللون مفتوح واحد الخضيضر زويون. اها. وكنت مشيت لواحد العراضه وتكتبت عليها واحد شويه اتاي.
دابا تحرت ما بقاش كنلبسها. وفين جاتك هذيك الكباد اتاي؟ جاتني وحده من تحت ديالها. جيت قريبه للرجل واحد شويه والاخرى جيت الفخذ، ولكن جاوني شويه باينين. ايوا ما جاوكش في البيصات اللي تقدري ديري فيهم شي طريزات مثلا وتسمى بحال هذيك الجلبه مطروزه من الاول باش تدرقي ذاك الديفو؟ لان اتاي دائما مني تكب اتاي على شي حاجه دائما نمشي ونقرطوه بالماء السخون باش كتحيد لينا لاطاش، لان اتاي راه كيدبغ. يعني ديتها لواحد نصبانه ولكن دار لواحد نصبانه ولكن ما لا اتاي ما عمرك تعذبي مع راسك. الا ما حيدتيش ديك الساعه انت وقرطيه بواحد الماء شويه سخون سوا فوق زربيه سوا فوق الحوايج سوا فوق اي حاجه، فدائما اتاي كيبقى كيدبغ وكيخسر لنا الحاجه. وهذا البليصات اللي جاتك فيهم ليطاش ما يمكننا لا نطرزوهم ولا نبتوهم ولا شي حاجه، يعني سمحي لي ما غاديش نلقى لك الحل لهاد الجلابه هادي. نعم للاسف جاوها بلايص مازال كون جات شويه في الصدر نقدروا نديروا واحد الطريزه في الصدر ولا شي حاجه، ولكن بلايص ما يمكنناش ما عندهمش الحل. نعم ناخذوا معنا لاله مديحه من طنجه. مرحبا بلاله مديحه. مرحبا استاذه ديما كبيره كاينه في الله يحفظك يا لاله، الله يكرمك بارك الله فيك. مرحبا في الاستاتيو يعني المرتبه الاولى تستاهل صراحه، الله تستاهل يعني تحياتي لزفارات ريس يعني من انعام النظافه حتى المدير يعني بارك الله فيك الله يكرمك. وصراحه بلا يعني شهاده كلشي كيتزال الاصدقاء اللي في الخدمه كلشي، انا يعني شخصيا كركب في ترونسبور اي ترونسبور كيتبدا شي حاجه كنقول لهم ميدراديو بلا ما نحتاج نقول لهم كنجبروا عامل ميدراديو يعني كتستاهلوا هادشي غير هادشي سوطو سبا. لا لا اختك انا لا نفقدوكم باي حاجه يعني صافي كتستاهلوا عن غدار واستحقاق. بارك الله فيك الله يطول عمرك يا لاله وفضلكم بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. الهدف ديالكم يعني ما واحد ما كاينش كيوصل شي حاجه غير هكا. مرحبا لاله الله يكرمك بارك الله فيك. تحياتي يا الاستاذه ديالنا خديجه. مرحبا لاله الله يبارك فيك. وصراحه الله كنشكرك على النصائح اللي كنتفق لي شي ديالك. ماشي بجميله لاله مرحبا الله يبارك فيك الله يطول عمرك. بارك الله فيك. عندي واحد تساؤل خديجه. مرحبا. انا عندي 19 عام يعني كنلبس قمار يعني راه كنرزق عجبه خصني ستيلات كذا يعني كيعجبني بزاف لي طاكو كيعجبني بزاف يعني لي فيستين يعني بزاف الحوايج كنلقى مشكل مع الناس كتقول يعني كيفاش هذوك كيلبسو كيشوهو بي يعني انا شويه كنلقى احراج يعني كيعجبني بزاف يعني كابات بليكين لي طالو يعني بزاف الحوايج يعني شي ستيل عيدا نقل نفسو كممكن. نعم وعلاش انت كديها في الناس اصلا؟ راكي عارفيني 19 عام باقا فينا شويه ديال الحساسه يعني زعما شنو قالش شنو ما قالش. نعم هي شنو قالت؟ شي مرات لردينا البال للناس كنبقاو هي كدير الخمار. هي كدير الخمار وكتلبس معاه لي فيست و الكبيبطات لي طالون زعما شي حاجه كتبقى اختيار شخصي. انا دائما تنقول الانسان خصو يكون صالح مع نفسه والوقت اللي لبس. انا كنقراش يعني كنقراش في داك يعني انا باقي صغير كنقول لك غتلقاي راحتك غادي تلبسي غادي ديري داكشي اللي تيقول لك قلبك واللي تيقول لك راسك وغادي تلاقي تشوفي راسك في المرايه غير عجبك راسك يعني ما كاينلاش نبقاو نديوها في الناس ولا قالوا لينا الناس ولا كنتي انت عارفه داك اللباس راه محترم وراه واتاك وراه تقدري تمشي به بلا حتى شي حد ما يقدر يعكسك في الزنقه ولا شي حاجه لبسيه. ولكن من جهه الناس فالانسان راه ما تيسلمش من السنه الناس. كل واحد عنده قناعات واختيارات. كل واحد يكون صالح مع نفسه هو ما يديهاش في الناس. اكيد ناخذوا بعض الاسئله لاله خديجه. سؤال كيقول السلام عليكم خواتاتي الغاليات، شهوتي بجلابه في المبرة، انا سمراء عامره شويه عافاكم اللون والخياطه وشكرا مزيد من التالق. عائشه من اكادير. دائما تنقول اللي بغات جلابه المبرة ديرها للحضور ما ديرهاش لتولي جوغ، ما تمشيش تقدا بها ولا تخرج بها يعني خصها واحد اللبسه اللي هي تكون عزيزه. نعم بالنسبه للجلابه ديال المبرة دير لها دائما قميص من التحت وتخدمها سوا بالحرير سوا بالسقلي سوا باش ما كان او لا سفايف او لا رانداي علاش لا حتى المبرة نخدموها براندا، ولكن ماشي تولي جوغ للحضور ولشي خريجه او شي مناسبه اللي تكون عزيزه واللي غادي تكون تجلس بها، لان هذا المبرة راها واحد الثوب اللي هو الشريف ما يمكنناش نخدموه ونبقاو غاديين كنخرجوا به وداكشي، فانا ضد هذه الفكره. نعم
سؤال اخر كيقول صباح الفلاح والربح يا ربي. شكرا لكم كاملين. عفاك لاله خديجه جاوبيني واش ضروري نلبس اللون البلون كاسي في العرس ديال ولدي حيت ما كيعجبنيش بزاف، واش من اللون ممكن نلبس؟ انا عندي 50 سنه وما كتبانش عليا والبشره ديالي بيضاء وشكرا بزاف. لا 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 ماشي ضروري تلبسي البلون كاسي ولا تلبسي ان كولور لي باستيل ولا كلير، فتقدري تلبسي اللون اللي غادي يواتك اللي كيعجبك، اللون اللي كيعجبك لبسيه. لا ما بقيناش دابا لا مثل العريس ضروري تلبس هذا اللون، لا 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 ما بقاش داك الشيء. لبسي اللي غيواتيك واللي غادي يجي معاك واللي غتلقاي راحتك فيه، واللي ملي غادي تصوري غتجيك واحد التصويره في وجهك طالع لك بون مين وطالع لك الفرحه وطالع لك النشاط في العرس ديال ولدك. الله يكمل عليك بخير امين يا رب. سؤال اخر كيقول سلام لاله السكينه سلمي على خديجه، كنحماقوا عليها وكنستافدوا منها بزاف وبغيت نسولها. عندي توب كمخه في الغوز مفتوح وبغيت نخدمه بالراندا وقلت ندخل اللون في اللون، واش يجي زوين؟ وتوب الكمخه واش رجع للموضه؟ وشكرا لكم. واخا ما يرجعش توب الكمخه على لا مود، فهو واحد التوب اللي هو شريف وقديم وكنعتزوا به وما دابنا يرجع ويولي للموضه، لان الكمخه واحد التوب اللي كيذكرنا بالايام زمان وبوالدينا وكيفاش كانوا كيلبسوا في المخزن. نعم فالكمخه انا بعدا من الناس اللي كيبغون هذه الاثواب القديمه جدا وكيعجبوني، ونعم تخدموا بالراندا وداك الغوز تقدر تدخل فيه يا اما لو ديغرادي دو الغوز يا اما واحد شويه الابيض وغيجيها واحد القفطان او جلابه او اش ما دارتو، هائل جدا لان الثوب كيدوي الثوب بوحدو يحكم. نعم ناخذ سؤال اخر كيقول اختي سكينه هاد الثوب قفطان الدار بالراندا درت الارض نفس اللون وزوقته بالمارون، بغيت نعرف اللون ديال الفولار الا اللون ندير الا اللون ندير ليه ويكون فيه اللوان بزوج؟ هاد اللون غوز غادي نديرو لون الفولار في اللون ديال الجلابه اللي هو غوز باش تبقى قريبه. نعم. من صباح الخير اختي سكينه والجميله لاله خديجه منوره انا كالعاده. عافاك اختي، انا عاد كنخيط جلابه نصحيني باش يلون مناسب لهاد الموسم، انا طويله رقيقه بيضه البشره غالبا كناخذ الزرق، بغيت نبدل ما نقدرش نزعم على حتى لون، عمري 25 سنه وعروسه جديده. وعروسه جديده وكتلبسي الزرق؟ شنو بغات نقترحوا عليها توب ولون اللي تقدر تزعم عليه في هاد الشتاء. هي عروسه هي دابا عاد هي عروسه جديده ولكن دائما كتخيط الزرق، بغات تخيط دابا جليلبه عندها 25 عام. تقدر تخيط الموف كليغ، تقدر تخيط البلوسيال، تقدر تخيط تتحيد من الالوان المغلوقه. الا كانت كتشوف راسها في الالوان المفتوحه دير الالوان المفتوحه واخا غير جليلبه وحده وتجرب وتشوف راسها كيفاش غتبان في هاد الالوان المفتوحه وتبقى ديرها دو طون زون طون، علاش لا؟ غادي ناخذ معنا سؤال اخر كيقول سلام اختي سكينه شكرا بزاف على البرنامج. انا فصلت واحد القفطان بالحق ما صدقش ليا، ما عرفتش فين غلطت، بغيت لاله خديجه تقول ليا علاش كيخصني نركز في الفصاله. اكيد الفصاله راه هي لا باز، انا كيقولوا 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، ضروري ملي كيكون عندنا شي توب كيخصنا نديروا ليه ايتود هذا التوب، واش الاستيك، واش هذا التوب تلخيط، واش هذا التوب تلحرير، واش هذا التوب فيسكوز، واش هذا التوب، يعني بزاف، لان كل توب كيحتاج واحد الطريقه معينه للفصاله ديالو. وما قالتليش المشكله شنو هو اللي فصلت به القفطان وما ركزتش عليه. لا ما قالتليش، نقدر المره الجايه تقول لي فين لقات الديفو، نقدر نصلح لها فين لقات الديفو، والمره الجايه اي توب خداته تعرف مناش مصوب هاد التوب وتفصلو بواحد الطريقه اللي ما يبقاش يخسر، ونقدر نوريها الطريقه ماشي مشكل. لاله خديجه شكرا جزيلا لك، دائما لقاء ممتع جدا معك. شكرا سكينه، نتلاقى ان شاء الله السيمانه الجايه. شكرا لك، الله يطول عمرك بارك الله فيك. شكرا وشكرا للطاقم اللي كيرافقنا والمستمعين والمستمعات واللي ما جاوبناش هذا الاسبوع، ان شاء الله الاسبوع الجاي الله يخلينا ويخليكم على خير امين يا رب. كنشكر مجيء علامه الاديسي رفقتني اليوم في الاخراج سميحه الشوي، استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله.